فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تذكرنا من العام الماضي أنك قلت إن كنا في مجلس فلا نكرر السلام. ما حكم هل يجوز لنا أن نتيمم بمجرد فقد الماء مع أننا بأننا سوف نجده قبل انتهاء الوقت؟ يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فأمر أن نتوضأ من الحدث الأصغر ونتطهر من الحدث الأكبر إذا قمنا إلى الصلاة، فإن لم نجد تيمم. فيجوز لمن ليس عنده ماء عند دخول وقت الصلاة أن يتيمم، لكن العلماء رحمهم الله قالوا: إذا كان يغلب على ظنه أنه يجد الماء قبل خروج الوقت فالأفضل أن يؤخر التيمم إلى أن يستدعي الماء.